إذا اليوم يعني سمحنا لك أو سمحت لك الفرصة، سنحت لك الفرصة تعاتب، تعاتب منه؟ أكو في شخص معين يعني حقيقة تعاتب. أنا أعاتب الإطار وسيد مقتدى الصدر، اثنيناتهم أعاتبهم عتاب، أقولهم كافي، إحنا تعبنا، حاولوا تتفقون، لأنه إحنا كلكم أنتم يعني صرتوا ولاة أمر، بالتالي أنه لازم تكون يعني لازم يكون أكو توافقية لخاطرنا، يعني لخاطر شعبكم، لخاطر ناسكم. أنا مو مع طرف ولا ضد طرف، أنا مع بلدي، أنا مواطن طبيعي، أحب أنه تتفقون لخاطرنا وبس. زين.